مساكم الله بالخير وحياكم الله مشاهدين تلفزيون الكويت وين ما تكونون اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامج ليالي الكويت طبعا اليوم الحلقه راح تكون جدا مميزه اتمنى تتابعونا وحبيت ارحب في الكابتن مساك الله بالخير كابتن مساك الله بالخير والكرامه الخير طيب رضا ان شاء رضا الله رضا رضا الحمد لله رب العالمين دائما يعني طبعا اذا كان بعد ها؟ صاحبنا مو موجود ما معطيك راحتك صدق يا حلو البرنامج لي كان هدوء وتاخذ راحتك بالسوالف وما حد يقاطعك والله يعني درر انت قاعد تقول درر الله يطول بعمرك والله تمشي والدر در دره مني ودره ودر مني عليه ودر بعد البرنامج تقول السكين بخاصرتي لا, لا قاعد قدامك ماكو سعود الرمح يقول باقي نزوم إيه؟ على كابتن ماكو إيه؟ سكاكين على خاصرته ولا شيء لا 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 ماكو شيء الحمد لله بالعكس لا والله إيه يعني لان سعود يقول لهم هذا اللي سوى فيني من هي المخرج الثاني الملا لا لا الملا <applause> لا لا, لا. وين سعود يعني اين <applause> الثرى من الثريا ما شاء الله تبارك الرحمن سعود لا يعني حتى لو قام يحاكيك بال هذا لا سماعة غير غير ذاك شلون يحاكيك لا ذاك لا يزف 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 قولوا كذي قولوا شيء زين حقك ساعه مباركه كابتن الله يطول عمرك ايش <applause> عندك اليوم؟ والله موضوع اول شيء يعني بتكلم فيه قبل لا يدخلون ضيوفنا اللي هو سالفه التربيه آه طبعا امتحانات ما امتحانات والأمور والله كابتن شوف هي المرحله الان تعدت الامتحانات زين يعني خلينا نخلي الامتحانات شوي على جنب ونوجه النداء حق الاخوان في وزاره التربيه ودائما هناك امر يسمونه ان دائما نخش وراء الكرسي ولا يطلع الاسم علشان ما حد يحاسبك وما حد يعرف منه المسؤول لا يبا اليوم احنا نعرف منه المسؤول وكلامنا يوصل من الوزير الى الوكيل الى الوكلاء المساعدين الى مدراء المناطق التعليميه نعم الى الناس اللي قاعده تحط المناهج. اعتقد انتم شفتوا ايش قاعد يصير بالسوشيال ميديا ترى نبذه بسيطه لو تدشون على حسابي بس تكتبون طلال ياقوت على انستغرام راح تشوفون تعليقات الناس على الامتحانات. انا ما ابي اتكلم عن الامتحانات. ايش رايكم؟ <applause> هذا شيء احنا ما راح نقدر نغيره لان انتم ما تردون على احد. صحيح. انزين؟ ما شفنا احد طلع وتكلم وفسر وقال حق الناس آه ليش قاعد يصير كذي ليش طريقه الامتحانات بهالطريقه ليش الجدول الدراسي بهالطريقه ليش المناهج بهالطريقه فبالتالي خلونا خلونا هذا خلوه على جنب انا بتكلم في آه شيء يخص شورت تيرم ولونج تيرم يعني الشيء البسيط اللي بتكلم فيه وهذا من لسان الشعب ترى لا طلال الياقوت قاعد يتكلم بروحه ولا كابتن فوزي ولا ليالي الكويت احنا قاعد نوجه هالكلام من جهاز حكومي وهذا الجهاز الحكومي اللي هو جهاز الشعب مثل ما تفضل سيدي سمو ولي العهد الشيخ مشعل الله يحفظه ويطول بعمره نائب الامير وقالنا هذا هو جهاز الشعب فاذا جهاز الشعب قاعد يوجه رساله الى وزاره التربيه. رقم واحد ليش الامتحانات مو موحده؟ استفسار جدا بسيط. ليش كل منطقه لها امتحان؟ ترى الناس قاعده تنقهر وتحتر والسبه السالفه. لازم تنظروا لها بعين الاعتبار ان هذا لازم يوقف رقم اثنين ليش احنا قاعد نتعب الاهالي والطلبه في شيء اسمه ميتيرم ونهايه والفاينل الاستمراريه بالتثقيف والتعليم اهم بكثير من ان انا اي واشحن مخ الطالب والطالبه في كل شيء في فترتين اللي هو الميتيرم خلينا نقول والفاينل ليش ما تسوون اختبارات متتاليه على طول السنه اذا بتسوون اختبار نهائي لا يكون هذا الاختبار يتعدى 7% من قيمه العلامه المحصله الاجماليه حق الطلبه خلوهم على طول يدرسون طول السنه افضل يكون في تعليم دائم في ثقافه دائمه في استيعاب دائم بدل ما يجون في فتره واحده في نهايه الكورس ويشحنون روحهم بالدراسه وتعب وحالتهم حاله واخر السنه تلقاهم اكثرهم قاعدين يحفظون وما في استيعاب للمواد هذا طبعا مو كلامي روحوا سالوا الدكاتره اللي في الجامعه اللي قاعد اليوم اخر واحد يعني اليوم قاعد يزورني قاعد يقول لي انا عندي إشكالي. احنا عندنا اشكاليه ترى المخرجات اللي قاعد مخرجات جدا يعني ما نبي نتكلم عنها اكثر لان ناس وايد تكلموا عنها في فتره كورونا وما بعد كورونا فاحنا الحين نتكلم في شيء في تصحيح النظام يا جماعه لا انا موجود طول عمري ولا انتم موجودين طول عمركم ولا احد يبقى في منصبه ما حد يبقى في منصبه ما حد يبقى في منصبه خلينا نسوي شيء زين حق الاجيال القادمه حق عيال الكويت حق عيالنا نستثمر في هذه الطاقه الكبيره فهذه هي الثروه المستدامه حق دوله الكويت احنا الحين شوفوا انا حطيت العتب كله على جنب اعطيتكم حل من الناس اللي يقولون خلينا نسوي شغلات بسيطه ولكن انا ببدي معاكم من الصفر احنا الان شهر 12 خلص شهر 12 عندنا شهر واحد لنبدا من الصفر حسب الدول المتقدمه في التعليم لنبدا من صف واحد ونحط خطه تعليميه من واحد ل 12 هذه تستغرق 12 سنه نطبق اول سنه فيها اللي هي السنه القادمه عندكم ثمان اشهر يا وزاره التربيه حطوا لكم كرايسس تيم فريق ازمات انه هو يحاول يطلع منهج المنهج الحالي الان هذا كله ينسف اذا انتم تقدرون تحلون الاسئله في المنهج ولا تقدرون يعني تستوعبون المنهج المدرسين نفسهم قاعد يشتكون مدرسين وزاره التربيه قاعد يشتكون يقولون احنا ما نقدر ما عندنا القدره ان احنا ناخذ المنهج هذا ونقدر ندرس فيه الطلبه والطالبه فبالتالي المنهج هذا لازم يتغير لازم احنا نتواكب مع التعليم العالمي مع التطور العالمي اللي قاعد يصير فنبدا من جريد 1 الى جريد 12، الخطه اللي يجب ان توضع هي خطه طوارئ من اجل انقاذ التعليم في دوله الكويت على مدى 12 سنه. معناته اللي صف ثالث ورابع وخامس ما راح يحوشه هذه الخطه، راح تبدون تحطون خطه كل سنه وتبدون تمشون فيها عندكم خطه لمده 12 سنه. احنا سنه 2022 2034 باذن الله تعالى الجيل القادم كله خلاص بدينا نقطف ثمار التعب هذا كله لا تسالوني من وين يبته روحوا سالوا فنلندا شلون حطوا نظام التعليم سالوا الدول المتقدمه شلون حطوا نظام التعليم وعندكم القدره انكم تسوونها والله العظيم ولكن يجب ان يتبع ايضا ان المدرسين والمدرسات يجب ان يكونوا مؤهلين من اجل من من اجل التدريس يعني تاخذونهم مو بس تاخذونه من الجامعه على طول تقطونه على التدريس ما يصير يا جماعة لازم تكون في كورسات لازم تكون في محفزات مكافآت حق اللي قادر على إنه يوصل المعلومة للطالب والطالبة هذا يتعطونه مكافأة اللي ما يقدر خلاص يبغى أعمال إدارية ولا يشوف وزارة ثانية هذا جيل المستقبل ما في قشمرة فبالتالي أنا أعطي العذر كثر ما قدرت فتحت الهواء كثر ما قدرت الناس تحت ما لين قالت بس لقينا أذن غير صاغية اقولها لكم اذن غير صاغية ليش يا جماعه هذا مستقبل الكويت هذه لعيالنا هذه اجيالنا قلت لكم ما حد فيكم راح يكون موجود ترى بعد 12 سنه ما اعرف الله اعلم الاعمار بيد الله ولكن انا لاني احب الكويت وموت على الكويت وموت على اهل الكويت مو معقوله انتم ما عندكم نفس هل هالشعور هذا كله فبالتالي خلينا نشتغل مع بعض يا جماعه علشان نخدم اهل الكويت نخدم عيالنا ونسوي شيء مستقبل وايد زين ويسجل باسمكم احسن ما كل واحد يطلع ويروح يتقاعد ويقعد في بيتهم ويقدم استقالته ويقعد في بيتهم يقول والله أنا ما قدرت أسوي شيء لا تقدر تسوي شيء سلامتك كل واحد يقدر يسوي شيء فبالتالي أتمنى الرسالة تكون واضحة وهذه رسالة ترى كل ناس موجودين قاعد يتابعون البرنامج وكل أولياء الأمور لأن الغضب اللي أنا شفته شيء مو طبيعي من أولياء الأمور التفرقة اللي صارت ما بين الامتحانات شيء مو طبيعي وهذا بحكم الناس اللي ماسكين المناهج والمدرسين اللي شافوا الامتحانات والاخطاء طبعا ما راح اتكلم عنها ما ابي ما ابي انا مو دوري هني اتكلم عن الاخطاء انا ابي ابي بس اساعدكم ان احنا نحط لنا يا جماعه خطه مستقبليه قاعد نساعد أد... يعني ما يصير تقعدون ورا مكاتبكم وما حد يسوي شيء حق اهل الكويت انا ابي الخطه هذه كابتن تفضل قلت كلمه من ساعه قلت كلمه و... وكلامك كله صحيح لكن قلت كلمه ال... الاختلاف الامتحانات او من من, من, من منطقه كل منطقه غير هذا يقول يا ثلاث مساجين نعم واحد عطوه حرير وواحد عطوه قطن وواحد عطوه صوف نعم. كل واحد يسوي لنا قميص نعم. انت باعتقادك اي احسن قميص يصير فيهم شفت شلون ما يصير ايه لازم تعطيهم الـ نفس, الـ نفس الخامه ونعرف هني منو الاحسن. على مسطره واحده. بالضبط على مسطره واحده فانت واحدة لما لما يعني تسوي تفرقه بين هذا وهذا وهذا ما يصير هذا مو مو, مو مجال انه تقارن فيما بينهم فكلامك ان شاء الله يكون واصل وان شاء الله هو واصل يعني اتاكد ان كلامك هذا واصل يبقى بس والله بخطوة خطوه اللي ياخذون فيه والله يا كابتن ما نتكلم الا من القهر ومن حبنا لاهل الكويت من حبنا للكويت نبي الشيء الزين حق شوف ديرتنا. شوف جانب طيب يعني اكو ناس وايد تحلطم بس تحلطم. لكن انت قاعد قلت اللي عندك وحطيت حطيت الحلول يعني انا ما قلت لك بس والله هذا مو زين ليش مو زين؟ زين شو اسوي عشان يصير زين؟ انت اعطيت الحل قلت والله نسوي واحد اثنين ثلاثه اي والله تعال خلينا ندرس الخطه هذه اذا هي زينه ليش ما نطبقها؟ هذه الخطه اللي تكلمت عنها كابتن يعني لو يشوفون الدول العالميه شنو سوت في خطه التعليم ويتبعون مبدا فيز ان فيز اوت هم راح يسوون يعني تلاشي حق كل مخرجات التعليم الحاليه ويعدلون عليها على مدى 12 سنه نعم. راح تشوف مخرجات يديدة أنا عندي سؤال وكثير ترى نادوا في هذا الامر من من الدكاتره فهذا شيء مو جديد نعم. انا قاعد اتكلم نعم. فيه انا بس نظمته بكلام لي في سؤال واحد فضل. هل الامتحان هو يحدد مدى فهميه الطالب من عدمه طال عمرك انا شنو قلت أي. انا قلت انت تبي امتحانات اللي هي ابي تكون شيء مستمر تقيم. بحيث انا لا سمح الله ايش ال... كثر نسمع تجينا اعذار من اولياء الامور ولدي طاح مريض صار عندنا صار عندنا ايه؟ حادث ايه؟ بالبيت صار عندنا وفاه الطالب فانت اتي السنه المجهود هذا كله لمده سنه كابتن تختزله فقط في مده ساعتين وتقول له والله بسبب هالساعتين انت خلاص راح عليك ايه نعم لا حبيبي انا عندي السنه كلها اختبرك طول السنه ايه؟ وثقفك طول السنه وخليك تتعلم طول السنة فتيني آخر السنة فاهم وعارف هذا مو الأهم. هذا الأهم بالضبط. ايه أنا ما بيك تحفظ الآن قاعد يحفظون ما يقدرون المدرسين أنا معلومهم ترى هذا الكلام رجاء لا أحد يفهم كلامي إنه موجه للكادر التدريسي أبدا لا 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 المدرسين أنت ماني أنا صوبكم أنا صوب الشغلات الإدارية وصوب شغلات المناهج نعم. اشتغلوا وايد في الأمور الإدارية وإدارة المدارس و و و والبروتوكولات هذه كلها لكن أغفلنا عن أهم شيء اللي هو دره الكويت نعم اللي طالب هي اجيال المستقبل طالب نفسه نعم هذا 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 الشيء اللي احنا نبي ان شاء الله ان شاء الله أتمنى توصل أتمنى توصل الرساله ان شاء الله آه اليوم ان شاء الله راح يكون معانا مثل ما قلنا لكم برنامج جدا ممتاز اتمنى تتابعون ليالي الكويت ويانا وتشوفون ضيوفنا القادمين لان هذا شيء يخص آه السكيورتي مالت الكهرباء في منطقه الخليج خليكم معنا في ليالي الكويت مسيره غنائيه ناجحه شهره ونجوميه محتواها خبره كبيره مالها حدود <applause> حدد لنفسه هدف كان قادر على تحقيقه فما كابر بطموحه وما تعالى بتميزه عبد القادر الهدهود الخميس في ليالي الكويت تدرجت سلم النجاح خطوة بخطوة ووصلت المرحلة النجومية كل تمثيل كل اللي قاعد يصير والمشاكل اللي صارت تحت راسها هي أنا الظهر قاعد أغير وقتي معاش قدرت بهدوءها أن يكون لها مكان بقلوب الجمهور عفت الدنيا من اولها بتصيح على فراقها موهبتها وبشاشتها سر من اسرار نجاحها ورسالتها بالفن مثل الكتاب المفتوح موضوع سلمان خلى علي انا انت لا تتدخل ولا تخرب كل شيء شاركت عمالقه الفن بالدراما الخليجيه وللحين عندها الكثير من الفن الراقي الشغل مع رياي مو بعب ولا مسبه وانا محترمه نفسي الفنانه هيفاء حسين غدا في ليالي الكويت البروفيسور علي النجادة تعلمت على ما يسمى بنول الطاولة يكاد يكون الرجل الكويتي الوحيد اللي احترف حياكة ونسيج السدو من دورة في أمريكا إلى السدو الكويتي يعني. لكن ضيفنا عشق التصميم وحياكة السدو احنا من الصاغة غدا في دهن العود مع سعود مساكم الله بالخير وحياكم في ليالي الكويت مره ثانيه اليوم متابعينا من جديد راح نتكلم عن موضوع تنموي في ارتباط بين دوله الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي يخص ربط الكهرباء ويعتبر من المشاريع المهمه بالمنطقه لما يحملها من خاصيه تنمويه عاليه المعايير والجوده طبعا نرحب طبعا بمدير عام الصندوق الكويتي للتنميه الاخ مروان الغانم وكذلك رئيس تنفيذي لهيئه الربط الكهربائي الخليجي المهندس احمد الابراهيم مهندس نجلاء مهدي مدير اداره تخطيط دراسات مشاريع مراكز تحكم في وزاره الكهرباء والماء والطاقه المتجدده وايضا زميل المهندس فيصل السميط مدير اداره الانشاءات المشاريع شبكات الكهربائيه في وزاره الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تروالي بعد ما قريت التايتلز كلها انتهى وقت البرنامج شلونك استاذ مروان شو اخبارك بخير يا اهلا الساعة المباركة حياكم الله في ليالي الكويت المباركة. سؤالي الخميس المقبل اللي هو عقب باكر اعتقد خلاص مو الخميس اللي بعده نعم. يبدا تنفيذ مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي مع مع دولة الكويت ضمن مشروع توسعة الربط الخليجي ودنا نتعرف على دور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في هذا الأمر في هذا المشروع إيه نعم في هذا المشروع اوكي اخوي ابو مشاري اول شيء حياك الله وحياك الله طبعا احنا كصندوق كويتي انت عارف بالاساس انشاء كان لقرض مساعد الدول الخارجيه نعم ولكن بعدين حصل تعديل في قانونه من 2003 بدينا ان نساهم كذلك بالمشاريع المحليه طبعا هذا المشروع يذكر المهندس احمد كان في فتره خطوبه بينه وبين الهيئه قعدنا فتره معاهم لانه احنا ما تعاملنا اول مره نتعامل مع مؤسسه الضامن لها اكثر من كيان طيب. اللي هي دول مجلس التعاون طيب. مش حكومه واحده هلو. فبالتعاون مع الاخوان قاعد يمكن فتره اربع سنوات تقريبا على ما تعرفنا على هذه اطول فتره خطوبه طال عمرك اي نعم <applause> اي تعرف يعني مو هادينهم ايه <applause> هي موضوع مقاومه ما بين قوانيننا ايه؟ وقوانينهم لغايه ما وصلنا الى تفاهم معين والشغله الفريده في هذا المشروع أي. هو عملي الاساسي الاقراض الخارجي أي. مدموج بالدور المحلي فانا الهيئه امامي كمؤسسه اقليميه أي. خارج الكويت قدمت لها قرض المشروع هذا اللي قاعد اموله جله راح تستفيد منه دوله الكويت طبعا عرفت شلون؟ طبعا فاعتقد يمكن المهندس احمد بعد شوي راح يشرح اكثر عن المشروع هذا فكان صحيح. هذا ارتباطنا الحلو في هالمشروع اول مؤسسه نعطيها قرض مو دوله كيانات مختلفه سبع دول خليجيه صح الشيء الثاني عمل خارجي لدور محلي صح يعني تعرف المحطه انت الربط خليجي راح يكون في انتاج 3000 ميجا واط صح 2500 منهم للكويت ما شاء الله فهذه يمكن الشغله الفريده في الموضوع ودور مهم حق الصندوق لان الصندوق دائما ان اعماله مثل ما قلت انه حق دول نعم يعني بعيده المدى ولكن الان الحين هذا الرترن راح يكون على دوله الكويت ودول مجلس التعاون اكيد, أكيد فهذا شيء جدا مهم مهندس احمد مساك الله بالخير حياك الله على تلفزيون الكويت اهلا وسهلا فيك كرئيس تنفيذي لهيئه له الربط الكهربائي الخليجي ودنا نتعرف معاك على التبادل التجاري للطاقه اللي راح يحققها مشروع شبكه الربط الكهربائي الخليجي شكرا اخوي بمشاري وشاكر لتلفزيون دوله الكويت هذه الاستضافه. طبعا مثل ما تفضلت مشروع الربط الكهربائي الخليجي مشروع استراتيجي هام لدول مجلس التعاون. كثير من الناس لما يقابلوني واتكلم عن الربط الكهربائي يقول لي متى بتبتدون؟ احنا بادين الله يسلمك التشغيل من 2009 ومن 2009 واحنا قاعدين نزود الكهرباء بين دول مجلس التعاون ويكون في تبادل وتجاره للطاقه من من ذاك الوقت. المشروع بدا كفكره في الثمانينات وبدا في كدراسات جدوى في التسعينات. لكن بدا فعليا الانطلاقه الفعليه كان مع تاسيس هيئه الربط الكهربائي في 2001. وكلت لها للهيئه مسؤوليه انشاء وبناء وتشغيل الربط الكهربائي. بدينا في حوالي 2004 2005 ترسيه المناقصات والحمد لله. 2009 بدأ التشغيل، والحمد لله بدأ التشغيل أول تشغيل كان من دولة الكويت ما شاء الله في فبراير 2009، الحمد لله تعاد الكرة أول مشروع توسعة أيضاً بيكون من دولة الكويت. اي نعم من 2009 إلى الوضع الحالي الست دول كانت مرتبطة، كان هناك في تبادل وتجارة للطاقة بين دول مجلس التعاون، كان هناك دعم من جميع الدول في حالة الطوارئ عندنا سجلنا أكثر من 2500 حالة للطوارئ اللي تعاونت الدول بحيث انه يتفادى اي انقطاع للكهرباء. فانا اخذها منك ان اكثر من 2000 حاله تعني انه صار حالات انقطاع في دول المجلس التعاون وتم تغطيتها عن طريق الشبكه. لم تكن حالات انقطاع بس يكون مثلا حالات فقد لمحطات توليد. أوكي فيكون في نقص في دوله معينه. صحيح. على طول وفي خلال ثواني الدول الخمس الباقيه يتم ضخ الكهرباء الى الدوله اللي صار فيها النقص. وبالتالي الدولة هذه لا تعاني أي انقطاع للمواطنين أعطي بس شوية تثقيف حق الناس اللي قاعدة تتابع أنت تقول صار في دروب بالطاقة في واحدة من الدول لا, سمح الله يعني وقفت واحدة من المحطات ولا صار في تيرباين اه إكسبلوجن عندهم فالشبكة على طول الضخ حق هذه الدولة هل المحطات الطاقة في الدول الأخرى مجلس التعاون تضطر ان تشق المولدات زياده عشان تعطي الطاقه زياده ولا هي من ضمن الطاقه المداره يعني عشان عشان الناس تفهم سؤال جميل بمساري. طبعا احنا كل كل دول نظام تشغيل الكهرباء دائما يكون عندنا احتياطي أي. كل الدول يكون عندها احتياطي ولكن لما الدول الست يكو تتشارك في الاحتياطي وهذه واحده من المبادئ الرئيسيه للربط الكهربائي المشاركه في الاحتياطي لذلك اذا كان في احتياطي حق دوله واحده الاحتياطي حق الدول الست اكبر بكثير من الدوله الواحده فبالتالي في قدره لتغطيه عجز اكبر من لو كانت دوله واحده فقط. وهذه يمكن ميزه الربط الكهربائي وهذا اللي يعني ادى الى ان الربط الكهربائي تفادى اي انقطاع من بسبب هذه الفقدان. براي المؤسسه هل الربط الحالي كافي حق الطاقه ولا هناك اعمال توسعه زياده غير اللي راح اللي تفضل فيه هنا اخونا مروان؟ طال عمرك انت تعرف ان دول مجلس التعاون انظمه الكهرباء في تطور وزدياد كانت إحنا لما صممنا شبكة الربط الكهربائي صممناها في 2005-2006 تقريبا صممناها لفترة معينة الآن وصلنا لفترة ومرحلة دراسات التخطيطية اللي عملوها اللجان المشتركة أدت أن في حاجة لمشاريع توسعة لا. حاليا إحنا داخلين على ثلاث مشاريع توسعة رئيسية أولها هو توسعة الربط مع دولة الكويت وأيضا توسعة الربط مع دولة الإمارات وايضا هناك ربط مباشر مع سلطنه عمان نعم. هذه المشاريع الان في مرحله المناقصات والترسيه النهائيه بدينا اول شيء من من دوله الكويت نعم. ايضا لجان التخطيط يمكن الاخوان بي واختي نجلاء بيتكلمون اكثر بهالموضوع نعم تدرس المرحله الثانيه من التوسعه وانا ما ابي اغطي الموضوع لان اعتقد بي في الموضوع دي. ان شاء الله بس القصد ان هذه الحاجه للربط هي حاجه مستمره ومتزايده إيه؟ وبالتالي احنا بنكون في في حاجه لمشاريع توسعه وليس فقط مشاريع توسعه داخليه يمكن نتكلم عن مشاريع توسعه وربط مع دول الجوار ان شاء الله هذه جايينها ان شاء الله بعد شوي راح نتكلم زياده بناخذ بريك بسيط وراح نرد مره ثانيه نتكلم عن شبكه الربط الكهربائي خلكم معنا في ليالي الكويت بعد سنين طويلة من تقديم برامج على التلفزيون حبيت أغير من قدام الكاميرا لورا كواليس كمان وانتي كمان تقدري تغيري للي بتحبيه واللي يديكي جودة تشوفيها باينة سيارة معايا في كل وقت وقت الدرس حسب لسه سخنة وقت الغدا أو في عزومة ما كانتش على البيان. سيارة فاجأتني بطعامتها اللي حدوها من أول لقمة ولقمة بعد لقمة غيرت السيارة سيارة كلك طعامة مساكم الله بالخير مره ثانيه نكمل اللقاء مع مهندسه نجلاء مساء الله بالخير شلونك اهلا وسهلا فيك مساء نورتي الى الكويت نبي نعرف الحين انت وزاره الكهرباء عدل انت وفيصل وزاره الكهرباء الحين جاي دوركم شوي نبي نعرف اهم ابرز الخطط التنفيذيه اللي راح تعمل عليها وزاره الكهرباء والطاقه المتجدده في هذا المشروع الضخم ان شاء الله مساء الخير تشرفت بوجودي معاكم مشكورين لاستضافتنا نبين دور وزارة, دور وزاره الكهرباء والله لان انا انا مثل كثير من الناس يمكن ما ندري ان الصندوق الكويتي كان له دور كبير في هذا الامر ولا نعرف لو ما شرح الاستاذ احمد الان على امور كثيره تخص الربط، انا ما كان عندي انطباع ان الربط في ظرف ثواني يغطي اي دروب يصير في احدى الدول، فبالتالي انتم المشكورين مو احنا. ما قصر. بالنسبه حق التطور الحالي الحادث بين في شبكات مجلس التعاون الخليجي نعم. نشوف ان شبكات قاعدة تتوسع. وبالتالي الاحمال والتوليد والانتاج قاعد يتغير ودخول الطاقه المتجدده في الشبكه الكهربائيه ايضا هذا عامل جديد ومحب يعني الكل يشجع عليه يكون في الشبكه الكهربائيه فمن هذا الباب قامت الهيئه بعمل دراسه لمعرفه مدى الحاجه الى توسعه الشبكه الكهربائيه التي تفضل م. فيها اخ احمد مهندس احمد فقامت الهيئه هيئه الربط الكهربائي الخليجي مع دوله الكويت في وزاره الكهرباء والماء المختصين في وزاره الكهرباء والماء بعمل دراسه فنيه واقتصاديه لمعرفه مدى الحاجه لهذه التوسعه وطبعا هذه الدراسه اللي هي بين الهيئه وبين دوله الكويت قامت بدراسه تعزيز الرابط بين هيئه الربط الكهربائي الكهربائي مع دوله الكويت. فكان نتاج هذه الدراسه ضروره بناء محطه. هذه المحطه راح تكون تابعه لهيئه الربط الكهربائي الخليجي وتتناسب مواصفاتها مع مواصفات محطات في دولة الكويت. وين محطة؟ اللي هي راح تكون في منطقة الوفرة حاليا مسومينها الوفرة جي سي سي. اي وراح تكون 400 كي في. اوكي. ان شاء الله. اه فيصل. اه شلون يعمل هذا الربط المشترك في نقل تبادل الطاقه الكهربائيه بين الدول مجلس التعاون على تعزيز شبكه الكهرباء في الكويت. هذا سؤال مهم و يقوم عمليه الربط ترى مو مثل ما الناس متخيلته موضوع صعب ترى. في مراكز تحكم لدول الخليج. تمام. انزين كل دوله في مركز رئيسي. حلو. يقوم تقوم هذه المراكز بالتواصل مع مركز هيئه الربط في الدمام هي. للتنسيق ما بين بعض هي. بس ان يكون في نقل اذا كان في نقل للطاقه او المحافظه على استقرار شنو شبكات دول الخليج خوش. كما تم التطرق في حالات الضروره في حالات الامرجنسي ان يكون في شنو استقرار للشبكات إنما ما ينظر القطاع اللي ياثر على المواطنين لدول مجلس التعاون هي. فمركزهم في الدمام يقومون في عمليه التوافق بين دول مجلس التعاون تمام هذا هذا التوافق الحين مع الزياده اللي راح ترتفع الى 3000 تقريبا ميجا اللي هو كما اشار ان 2500 مع الكويت إنزين اي الزياده آه هذه راح تستفيد منها شبكه الكويت لزياده الاستقرار. يعني تخيل لو يصير في خلل احتاجوا الطاقه انزين في حاله الامرجنسي ومع وجود آه طاقه طاقه الاحتياطيه الموجوده في الدول انزين راح يتم تغذية شبكة الكويت لحظي. اي قاعد يقول ظرف شغلة ثواني هي ثواني اي إيه اذا تعدى الثلاث ثواني السيستم اوتوميتد ما في إيه يعني ما في ان انت تقول له والله عندنا مشكلة، السيستم اوتوميتد على إيه يضف. في في مجال الكهرباء اذا تعدى ثلاث ثواني الى ست ثواني إيه ممكن يسبب شنو؟ انقطاعات. صحيح. فسرعة التدخل اللي قاعد تتم عن طريق المنسق اللي هو الربط الخليجي مع الدول نعم يحافظ على استقرار الشبكات دول الخليج. والحمد لله يعني لما نتكلم على القطاعات لازم ننوه على شغله هو مو مقصود فيه الانقطاع اللي يصير على احنا نسميها شبكات التوزيع اللي هو بين البيوت اللي قاعد يتطرقون له لا, آه لا هذا آه هذا انقطاع شبكه اي آه انقطاع الشبكه ترى ياثر على مناطق وليس منطقه صحيح يعني لمجرد انه يصير في فقد احمال عن طريق شبكه آه الكويت مثلا آه راح تطلع لك منطقتين ثلاث مناطق صحيح آه هني دور دول الخليج زين في الدعم وكذلك النظام عكسي يعني حتى الكويت تشارك في دعم الدول صحيح الخليجيه صحيح فهذا المقصود مو المقصود في مرات لما الناس تقول إن انقطع عن بيتهم كهرباء لا هذا موضوع اخر مختلف صح صح فهي الشبكه والتحدي في اداره الشبكات وتشغيل الشبكه اكثر تعقيد من موضوع تشغيل اللي هو خاص في خدمات المنازل يعني بقول لك يعطونا حق المطلعة عشان نغطي لا جاوبني لا جاوبني لا جاوب لا لا جاوبني ترى هذا هي هذا <applause> هذه <هي> نصيحه <applause> لك كاخ لا لا جاوب خلني انا اسولف كذي <applause> مروان شلونك اخوي؟ طال عمرك الحين الصندوق قام بتمويل مشروع تعزيز نظام الربط الكهربائي الخليجي وربطه بشبكه جنوب العراق نعم شلون يساهم هالمشروع بتحقيق اهداف الصندوق؟ شوف يعني بالاساس انت عارف كمشروع أو كهدف من أهداف الصندوق اللي هو تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وموثوقيتها. صحيح. طبعا لاحظ وأنا يعني اسمحوا لي الإخوان أضطر شوي أتكلم بأسلوب فني لأن هم المهندسين أكبر مني. الربط الخليجي داخل الخليج متفقين عليه. ايه وتعرف أنت الطاقة الكهربائية ما تخزن موجودة. إي. وتنتقل بالهذا. الآن الفكره الاساسيه اللي هي الخليج جزء من وطن عربي، هناك ما يسمى بالشبكه العربيه. نعم. اقرب اقرب منطقتين لنا احنا كدول منطقه عندنا جمهوريه مصر العربيه وعندنا العراق. الآن مره ثانيه اقرب جمهوريه مصر العربيه مصر, مصر؟ مصر والله؟ نعم. بس, بس مو مع الشبكه الخليجيه مع الشبكه السعوديه. مع الشبكة الصندوق السعودية، يأيك الصد... يا أستاذ أحمد يا إيه لا ما الص... خاشلك خاشلك من سؤالي الصندوق يمول مشروع اي بالتعاون مع الإخوان في إيه؟ المملكة العربية السعودية نعم ربط الشبكة المصرية بالشبكة السعودية برافو وفي نفس الوقت الآن ضمن الشبكة العربية فكرة الإخوان ربط الشبكة الخليجية مع جنوب العراق نعم يعني لازم تفرق هنا إيه إيه؟ العراق كشبكة أي؟ مقسمة إلى مجموعات أو أجزاء نعم. حاليا اللي لأن الشبكة العراقية كلها في إشكال مو إشكالية من ناحية فنية ما زال هم أساس الشبكة كلها تصير واحدة نعم. فحنا الآن رابطين الإخوان راح يربطون مع العراق مع جنوب العراق نعم. اللي هو 500 كيلو فولت طيب. من 500 جيجا وات نعم. فهذا وطبعا هذه كخطوة أولى لأن الشبكة العربية كلها تربط مع بعض صح وبطريق غير مباشر أجزاء من الشبكة العربية مرتبطة مع أوروبا مثل, مثل المغرب العربي أي وكذلك هناك فكرة ربط مع تركيا برافو وفي المستقبل يعني عندك الشبكه الاسيويه، العالم لازم يربط كله مع بعضه. لان تعرف وارجع اقول لك انا يعني الواحد من واقع خبرته بالهذا، انت عندك موضوع ربط الكهرباء يوفر عليك فترات الصيانه. صح. وتكاليف الصيانه. صح. بدال لا توقف محطه وهذا لا عندك والله اخذ تيار وعندي بلشتة لا تعرف الكويت بالصيف ما يقدر يوقف بحقاته. لا لا بلشت يصير عندك فائض أيه. كثير عالي أيه. فهذه هني تزيد عليه تقلل التكلفه نعم وتزيد موثوقيه الشبكه نفسها والصندوق هو اللي مول هالمشروع ايضا حق جنوب العراق يعني هذا عشان هذا شب... المشروع هذا أيه. هو ربط الشبكه الخليجيه بجنوب بال... العراق ايه اوكي طيب مهندس احمد هذا مشروع ضخم يعني اللي احنا قاعد نسولف فيه والحين اعطاني معلومات زياده بعد زاد زادت المعلومات تضخم في 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 عندي وعند الناس يمكن شلون راح يساهم في تخزين الطاقه؟ طال عمرك الحين الانظمه الكهربائيه قاعد تشهد تطور كبير في نوعيه الطاقه اللي فيها اي نعم طبعا عندنا الطاقه المتجدده قاعده تدخل بشكل كبير <applause> كثير من دول مجلس التعاون خاطيه خطوات كبيره خط يعني خطط كبيره <applause> انه يكون نسبه كبيره من انتاجها عن طريق الطاقه الشمسيه ممكن توصل في احوال الى الى 50% هذا شنو يتطلب؟ يتطلب اولا ان تقدر شنو تسوي في الطاقه الفائضه؟ وشنو تسوي اذا كانت الطاقه الشمسيه هذه ما كانت تنتج لك كما ترغب لان الفرق بين الطاقه المتجدده والمحطات اللي عندنا التقليدية ان المحطات اتحكم فيها 100% صح ابي 560 ميجا اطلع 560 ميجا نعم الطاقه المتجدده تعتمد على الرياح تعتمد على الشمس يعتمد على كميه الاشعه والامور هذه صح فكيف اصرف الطاقه هذه تحتاج شيئين تحتاج اولا ان اقدر تكون عندي روبوتات مع الشبكات الثانيه بحيث ان اذا كانت في عندي طاقه فائضه ممكن انا أبيها على الدول المجاوره او لو كان عندي نقص ممكن اشتري من الدول حاليا عندك القدره هذه على البيع ولا هذا بالمستقبل قاعد في المستقبل في المستقبل بس الرؤيه اللي عندنا الله يسلمك ورؤيه دول مجلس التعاون نعم واللي قاعدين نشتغل عليه انه يكون في ربط بين دول مجلس التعاون والدول المجاوره الحين حاليا مثلا في عندنا مشاريع ربط المملكه العربيه السعوديه مع مصر اعطني شويه معلومات عنها لأن قط علي نعم السالفه اخوينا مروان وش اسمه ابي شويه معلومات زياده هذا تم ولا راح يتم هذه الان المشروع بدا تنفيذا ان شاء بدأ تنفيذة الله تنفيذة بدا تنفيذا ما شاء الله المشروع طبعا هو احنا احنا كل الدول الست مربوطه عن طريق شبكه الربط الخليجي اللي هي تقريبا تمشي على بموازاه الخليج العربي عندنا الخريطه لو سمحت اخوي سعود الرمح نحط الخريطه مالت شبكه الربط عشان انا شفت الخريطه موجوده عندكم بالاعداد شكرا شكرا فماشي الله يسلمك من الشمال من الكويت على موازاه الساحل الخليج العربي الجنوب الى الامارات وان شاء الله يوصل لعمان لذلك السعوديه المملكه العربيه السعوديه مربوطه في المنطقه الشرقيه ولكن شبكه المملكه العربيه السعوديه تمتد الى الغرب وتمتد طبعا الى قريب من جمهوريه مصر العربيه لذلك مشروع الربط الكهربائي بين المملكه العربيه السعوديه ومصر هو مشروع قائم الان ان شاء الله بيكون حوالي 3000 ميجا وات دول الخليج طبعا حتى لو كان هو ليس جزء من 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 شبكه الربط الكهربائي ولكن أي. عن طريق الشبكه السعوديه دول مجلس التعاون ستتمكن من ايضا تبادل الطاقه وتجارتها مع مصر. خل نطلع برع بشكل اكبر. أي. احنا نتكلم عن ربط ممكن يصير ربط عالمي. أي. مثل ما تفضل ابو عبد الله أي قال الربط مع تركيا في المستقبل تكون نعم أي وهذا هذه الرؤيه اللي عند دول مجلس التعاون نعم. لذلك احنا نبتدي خطوه خطوه. نعم. يعني الربط مع العراق هو خطوه نحو الربط الى الى شمال العراق ومن ثم الى تركيا ومن تركيا الى اوروبا. مصر الان تناقش الربط مع اليونان ومنها الى اوروبا. في هناك ايضا ربط دول المغرب او المغرب مع اسبانيا وهناك ربط اسبانيا الى الى المملكه المتحده الى بريطانيا. ما شاء الله. كل هذه الربطات قاعده تصير فاحنا في نظام قاعد الروبوتات العالميه قاعده تتسع. وحاليا حتى مع يمكن ازمه الطاقه اللي قاعد تصير في اوروبا صح هناك في يمكن تسريع لمشاريع الربط الكهربائي نعم لاستيراد الطاقه لانه مثل ما تعرف احنا احنا الطاقه اللي نستخدمها نستخدمها في في الصيف طبعا صح صح وقت التكييف صح في وقت الشتاء اللي احنا دي طبعا نستخدم يمكن 40% من السعر اللي عندنا نعم في وقت اللي اوروبا تحتاج الطاقه للتدفئه في, في الشتاء صح صحيح. فالفكره ان احنا اذا كان عندنا 60 الى 70% طاقه فائضه في الشتاء وكانت عندنا ربوطات الى اوروبا نبيعها نبيعها. نبيعها اي فمشروع الربط هذا تجاري استثماري است... ما هو نعم ما هو سياسي إن يكون هناك يعني عدم استثماري هو اوكي هو الاستخدام الامثل للاستثمارات هذه نعم لان الاستثمارات في فتره الشتاء ما قاعد نستخدمها صح الاستخدام الامثل. فهذه النظره المستقبليه لذلك هني تي اهميه محطه الوفره. أهمية محطة الوفرة ليس فقط لتعزيز دولة الكويت هي بتكون نقطة انطلاق إلى الربط مع العراق ومنها إلى تركيا ومنها إلى أوروبا آه فالوفرة راح تكون نقطة الانطلاق مع العراق ومع تركيا وأوروبا قلت لي أوروبا إن شاء الله وأوروبا هذه الخطوط من وين قاعدة تنمد إخواني يعني الدكتين هذا وين قاعد يصير؟ تدش الكويت الكويت لو تشوف الشبكه داخل ايوه لا لا تعلموني عشان ما, ما حد يدري شو اسمه سؤالي يعني من خلال الدراسات اللي سويتوها بوزاره الكهرباء يعني هل هناك ضمان لاستدامه امن الطاقه الكهربائيه وتجنب الانقطاعات خاصه وان الاتصال هذا مشترك؟ طبعا طبعا هو من اهم اهداف هذا المشروع ان هذا المشروع في زياده لامن واستقراريه الشبكه الكهربائيه بما ان انت كونكتد مع كل الشبكات شبكه هيئه الربط الكهربائي الخليجي اللي هي تشارك فيها كل الدول فهذه الزياده في الطاقه وسعه الطاقه المتبادله بين هيئه الربط الكهربائي الخليجي والكويت تزيد لي من استقراريه الشبكه تزيد لي من امن من امن الشبكه كذلك زيادة سعة التبادل الطاقة هذه يزيد لي من الدعم في الحالات العادية والحالات الطارئة. نعم. إحنا أساسا مثل ما تفضل أخ أحمد مهندس أحمد إحنا أساسا رابطين بالزور بسعة معينة. تعزيز الرابط هذا يؤدي لي إلى زيادة السعة زيادة التبادل الطاقة الكهربائية. وبالتالي كل ما تزيد عندك سعه الطاقه الكهربائيه يكون عندك دعم افضل. وايد ممتاز. فيصل شلون تشوفون استفاده الكويت من هالمشروع؟ يعني هذا راح يكون بدايه نقل نوعي للطاقه الكهربائيه في الكويت؟ كما شاروا تو قالوا كما شاروا مو مالتك ترى هذه؟ هذه مو مالتي؟ هذه قويه؟ هذه قويه؟ اي لا هذه أه ترى يعني مستوى وكيل وزير وكيل اللي وزير اللي كان, ايه اللي كان حاط عينك ترى <applause> على هالمنصبين ايه قول لي كما كما هذا شو اسمه قول لي اياها ما هدي <تصفيق> <بس> <تصفيق> آه كان موضوع قاعد يتكلمون على تبادل الطاقه ايه والتجاره بالطاقه صح صح, صح وكل دول الخليج متجهه الى الطاقه المتجدده بما فيهم الكويت تواجد الطاقه الشمسيه وتواجد الفائض في الشتاء زي طبعا استهلاك الطاقه بالصيف عالي بالشتاء يكون لا. فقط 40% انزين يعطي فرص ان الدوله نفسها استثمار اقتصادي انزين ان يكون في مدخول اخر للدوله في موضوع التبادل التجاري ممتاز خاصه اذا الحلم ان نصل الى اوروبا هي. يكون في نصيب للدوله في ان تسوق للطاقه هي. بشكل اعلى يعني في, في سؤال عام اي واحد فيكم ممكن يجاوبني يعني محطات الطاقه قاعده تصرف حرق نفط ولا ديزل اويل علشان تولد الطاقه الكهربائيه حق الصيف طيب بالشتاء بدال ما يصير دروب الحين انتم قاعد تقولون لا نخلي الطاقه كما هي لكن نبدي نبيعها برا هل هذا ارخص من كحسبه استثماريه وتجاريه؟ أه تفضل اخ هو لا لا هو, أه هو في تفضل لا أه لانه مساء ساعه انتم قلتوا يعني اخ احمد قال انه اذا بلشت نقدر نبيع الطاقه على دول اوروبا مثلا هو البيع راح يكون بالسعر العالمي ما راح يكون بسعر اوكي الـ يعني بنعوض بنعوض خسائر سعر البيع الخارجي ما راح يكون بسعر المدعوم صح راح يكون بالسعر العالمي عادل طبعا عادل يحسبون أه سعر الاويل أي السعر العالمي يحسبون سعر الاوبريشن التشغيل انزين وتطلع فيه تكاليف معناته اذا في ديماند بالشتاء راح يظل عمليه التشغيل نفسها وهذا راح يصير ارخص كما اصلا كما أثار اثاره بيان خليتك تجاوب على السؤال شفت شلون قوي ها استاذ احمد الحين تحول في انظمه الطاقه لادماج الطاقه المتجدده مع انظمه الكهرباء هذا يعني يتطلب الاستعانه بكثير من التقنيات الحديثه شلون راح راح تواكبون التحديث مع بناء الوفره وايضا بما يوجد بالدمام خصوصا بترتبط مع جنوب العراق وفي توجه لتركيا وفي ربط مع مصر طالع مك صح, صح مثل ما قلت التقنيات الحديثه مهمه جدا الان لنا واحده من التقنيات التي نتكلم عنها تخزين الطاقه تخزين الطاقه الان يمكن احنا في حاجه كبيره لموضوع تخزين الطاقه خاصه مع الطاقه المتجدده نعم لا زالت التقنيات هذه قاعده تتطور حاليا احنا كهيئه الربط يعني من سنتين تقريبا بدأنا دراسه عن الموضوع هذه ما هي التقنيات اللي ممكن نطبقها على مستوى دول مجلس التعاون عم. العام الماضي او بدايه هذا العام كان عندنا منتدى تخزين الطاقه كان منتدى كبير بالتعاون مع مؤسسه ابري الامريكيه وجبنا خبراء من 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 انحاء العالم في حاجه كبيره لوضع خارطة طريق لموضوع تخزين الطاقة واستغلال التقنيات الحديثة التقنيات قاعدة تتطور في عدة تقنيات تخزين الطاقة ليس فقط بالبطاريات هناك تقنيات كثيرة تقنية الهيدروجين تقنية الهايدرو في وايد تقنيات قاعدة تتطور الآن ويكون في بحوث عنها بس نحتاج إحنا في دولنا أن احنا نبدأ نحط خارطة طريق وخطة عمل كيف أن احنا ندخل هذه التقنيات عندنا على اساس نستوعب التحول الطاقي ونقدر نتفادى اي نوع من الاهتزازات اللي تكون حق انظمتنا ان شاء الله. في في يعني في يعني بط... امور تقدر تخزن الطاقه لمده طويله يعني نعم ك... في نعم موجود. في ايه في طبعا انواع من التخزين، في انواع يعني اللي هو الفترات القصيره و تيرم أيوة وميديم تيرم وفي لونج تيرم. أيوة الشورت طبعا نتكلم عن البطاريات والامور هذه وتبتدي تدخل تقنيات جديده يمكن واحده من اكثر التقنيات لتخزين الطاقه على المدى الطويل اللي هي التخزين بالهيدروجين. ممتاز. ترى انا سالت فيصل سؤال عن المطلع بس الظاهر سؤال لي يا اصوبك الحين يعني يقول لك يعني دولة الكويت في توسع عمراني راح يصير عندنا يعني وفق الخطة مالت التنمية 2035 شلون تشوفون أهمية هالمشروع في رفع كفاءة الطاقة الكهربائية للمرحلة المقبلة. دام في توسع عمراني معناته في مدينة شفتي مدينة مطلع وين راحت الحين راحت صوبتش. تنفس الصعداء الحين. هو طبعاً قولي. إحنا أنا إحنا طبعاً آه هذه الطاقة المتبادلة أي. زيادة السعة أي. هذه راح توضح لك شلون تحط الخطط للمشاريع المستقبلية. يعني انت تعرف ايش كثر طاقه داخلت لك ايش كثر راح تعطي ايش كثر راح تخزن ايش كثر مشاريع جايه في الدوله وبالتالي تعطيك الخط اللي تسير عليه حق تخطط للمشاريع تحتاج هالمشروع ما تحتاج هالمشروع ممكن تحتاج مشاريع اكثر ممكن تحتاج تغير في المشاريع ممكن الخطه نفسها تتغير يعني انتم حاطين في انطباعكم او في الخطط الاساسيه للمشروع الربط ان اي دوله ممكن تنمي مشاريعها على حساب الربط, الربط الخليجي انا ظنيت ان كل دوله المفروض يعني يكون عندها استعدادها لتنميه مواردها ويكون هذا الربط فقط من اجل الباك اب نعم يعني بس في ناحيه مشاريه تفضل الربط الكهربائي واحدة من من اهدافه هي خفض التكاليف الاستثماريه والتشغيليه على دول مجلس التعاون ممتاز سنويا احنا نوفر على دول مجلس التعاون مجتمعه بين ال200 الى 300 مليون دولار التوفير, التوفير على دول مجلس التعاون 200 الى 300 مليون دولار تتراوح من سنه ربع سنة. مليار تقريبا قاعد نعم وممكن تصل الى مليار دولار سنويا اذا احنا استغلينا تجاره الطاقه بشكل الامثل بالبيع قصدك بالبيع والشراء ايه؟ بالاسعار المناسبه بين الدول حاليا في 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 تخفيض من ناحيه استثمارات الطاقه المطلوبه لمحطات الانتاج لان الان تحتاج محطات يعني حجم محطات اقل مما لا كنت تحتاجه لو كنت مو مربوط بالشبكه نعم لان هناك في مشاركه في الساعات نعم هناك ايضا مشاركه في الاحتياطي هناك بعد ايضا التشغيل بشكل اقتصادي بسبب ان هناك في امكانيه لتبادل وتجاره الطاقه كل هذه الامور تؤدي الى توفيرات في 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 دول مجلس في التكلفه بالاضافه لذلك احنا نحاول ندخل شبكه الربط وسعه شبكه الربط في الخطط التطويريه للدول بما معنى ان انا ما اشوف بس الموارد اللي عندي داخليا انا عندي خط ربط قاعد يربطني مثلا الكويت 1200 ميجا جايتني من دول الخليج انا لازم ادخل هذه في الخطط للتطوير بحيث ان انا اقدر اوفر في التكلفه واقلل التكاليف الاستثماريه بينما مستوى الاعتماديه والموثوقيه بيكون نفسه أو أعلى حتى نعم أستاذ أه مروان يعني أبي أعرف أبرز أهداف التنمية المستدامة اللي راح يحققها المشروع خاصة أن هذا المشروع يربط دول الخليج ويحقق العديد من أهداف التنمية المستدامة شوف مشاري طبعا الموضوع فتش سويتش وتقعد كهرباء العالم بس ما دام كليتات وتكييف شغال مرتاحين أي, اي ما تدري يعني شو اللي وراه طبعا يمكن بالذات الطاقه الكهربائيه اكثر اهداف التنميه المستدامه 17 يمكن اغلبها تغطيها الصحه الجيده تعرف من غير من غير المستشفيات نعم. ما تشتغل التعليم الجيد صح شقال. آه الاقتصاد والصناعه نعم المدن المستدامه يعني يو أقلب اغلب اغلب الاهداف التنميه المستدامه نعم. لها تاثر تاثير مباشر من الطاقه الكهربائيه نعم مثل ما قلت لك انا ونو... ال... ال... الناس تشب الليت وتقعد ما تدري شنو الشغل اللي صار المهندسين الاخوان بالمحطات اللي ينتج عنها وهذا كل شيء نعم ف الحمد لله على النعمه هذه يعني هذا اللي م… فعلا أقرب الاهداف التنميه مطبق متاثر بهذا الشيء انا وايد استانس مساء لما قلت لي ان انت مطبق نظام السولار بانلز عندك في في البيت آه والله خليني اعطي الحق حقه انا مع بالعكس صارت لي فرصه كان الاخوان في مؤسسه كويت التقدم العلمي كيف نعم آه عفوا إيه مؤسسه كويت التقدم العلمي مع معهد مع بعض صح كان عندهم برنامج بالصدفه عرفت عنه قدمت عليه وكانت عندي المساحات الموجوده وعجبني السيستم لتعرف الطاقه قاعد اقول لك الطاقه الشمسيه صح تطورت وايد بحيث ان خفض التكاليف وباني بيتي والناس إني انا لجس البيت خلاص بنيته لا إيه تخرب وهذا وكان عندي لما طبقته ما زلت استخدمه يعني بالسطح حاط البانل هذا شخصيا توفر علي تقريبا 30% من الفاتوره الشهريه هذه البانلز اللي تم دفعها عن طريق كيفاس اللي اللي اعتقد إيه, إيه إنه 2500 يعني بيت كل شيء إيه يعني كل كلفنا 1000 إيه دينار تامين اي وانتهى البرنامج يعني قبل قبل سنه تقريبا أي. رجعوا لي ال التامين. اعطوك اياها. أي. اي بس وشغل جيد وشغالين للحين البطاريات صغيره يعني أي. قبل احنا كنا نشوف بطاريات كبرها صح صح وتغذي البيت بالطاقة الكهربائيه اللي يعني مو مو تكييف بس الليتات كل يعني شيء يعني هو بالليل تشتغل يعني انا اقول لك الملاحظه تقريبا 30% التوفير بالفاتوره ما شاء الله الكهرباء نتمنى هذه تزيد وتزيد وتزيد ان شاء الله اخوي احمد بس اخر سؤال اهميه مشروع توسعه الربط الكهربائي الخليجي مع دوله الكويت ضمن هذه المنظومه مع تطور مصادر الطاقه شلون راح يكون المشروع استدامه وتحقيق نتائج كبيره. اعتقد انه يمكن يعني اذا بالاضافه الى الدعم اللي تكلمنا أي. حاله الطوارئ والامور هذه رفع الساعات هذا بيعطينا مجال لتجاره الطاقه، تجاره الطاقه الان قاعده تنمو بشكل كبير بين دول مجلس التعاون، احنا يمكن من 2015 بدأنا فعليا نشوف يعني كميات لتجاره الطاقه بين الدول تزيد سنويا بين 15 الى 20%، وصلنا العام الماضي حوالي 1.2 مليون كيلوات ساعه وميجا وات ساعه, ساعة تبادل تجاري بين الدول. هذا حفزنا ان احنا نزيد هذه التبادل التجاري لان التوفير يرتفع بشكل كبير مع زياده التوفير. بالاضافه الى ذلك خلق سوق ليس فقط خليجيه بس سوق اقليميه وعربيه صحيح وهذه نطاق قاعدين نشتغل عليه على مستوى الجامعه العربيه، هناك فرق عمل ايضا لتنميه السوق العربي. كل هذه التوسعات ستصب في مصلحه انشاء هذا السوق الكهربائي العربي ان شاء الله. ان شاء الله. بتلخيص اذا شبكه الربط الكهربائي دول مجلس التعاون والان جنوب العراق بتمويل من الصندوق الكويتي ومصر اتفاق مع المملكه في ربط كهربائي واحنا كشبكه ربط ننظر الى فتح السوق مع تركيا واوروبا من اجل بيعهم الفائض من من الكهرباء صح؟ لا والله صراحه اتمنى ناس وايد تثقفت بما يخص هذا المشروع الضخم الاستراتيجي واللي يخدم يعني ما شاء الله الدول كلها مشكور وايد انك وضحت دور الصندوق في هذا المشروع الضخم ومشكور جدا على تواجدك معنا في دوله الكويت عشان تشرح لنا عن هذا الشيء ووزاره الكهرباء والماء مشكورين وايد على وجودكم عشان الله يحفظكم مشكورين وايد خلكم معنا في الكويت رادين لكم تدرجت سلم النجاح خطوة بخطوة، ووصلت لمرحلة النجومية. كل تمثيل، كل اللي قاعد يصير والمشاكل اللي صارت تحت راسها هي. أنا الظاهر قاعد أغير وقتي معاك. قدرت بهدوءها إنه يكون لها مكان بقلوب الجمهور. أفت الدنيا؟ من أولها بتصيح على فراقها؟ موهبتها وبشاشتها سر من أسرار نجاحها، ورسالتها بالفن مثل الكتاب المفتوح. موضوع سلمان؟ خل علي انا انت لا تدخل ولا تخرب كل شيء شاركت عمالقه الفن بالدراما الخليجيه وللحين الحين عندها الكثير من الفن الراقي الشغل مع رياي مو بعب ولا مسبه وانا محترمه نفسي الفنانه هيفاء حسين غدا في ليالي الكويت البروفيسور علي النجاده تعلمت على ما يسمى بنول الطاوله يكاد يكون الرجل الكويتي الوحيد اللي احترف حياكة ونسيج السدو من دورة في أمريكا إلى السدو الكويتي يعني. لكن ضيفنا عشق التصميم وحياكة السدو إحنا من الصاغة غدا في دهن العود مع سعود صاحب مسيرة غنائية ناجحة شهرة ونجومية محتواها خبرة كبيرة ما لها حدود حدد لنفسه هدف كان قادر على تحقيقه فما كابر بطموحه وما تعالى بتميزه عبد القادر الهدهود الخميس في ليالي الكويت تسعى وزارة الصحة للارتقاء بتأهيل الكوادر الوطنية الطبية من خلال زيادة المقبولين بالبرامج التخصصية للبورد الكويتي، وزيادة فرص الابتعاث للجامعات المرموقة عالميا. *وأن أصول حياة الإنسان تدريبية مختلفة لتوفير أفضل فرص للتأهيل والتدريب للكوادر الطبية الوطنية لمواجهة التحديات المتعلقة بالتعليم الطبي عشان نسولف أكثر عن هالموضوع ينضم معنا الحين الدكتور عبد الله رجب مراقب مكتب الدراسات العليا في معهد الكويت للاختصاصات الطبية مساكم الله بالخير وحياكم الله في الليل الكويت فقدتني؟ لا والله ما فقدتك والله يا اخي صراحتك تدري ليش؟ قاعد اسولف مع الدكتور الدكتور عسى ما ساعة في النوم لا. يقول ساعة ست قاعد بالنوم انا يقول ابي سامري لا والله وش نعلمهم سامري؟ مو يا من كندا سامري؟ دكاتره يعرفون حق السامري يا من كندا سامري <applause> طبعا الشغله اللي احنا بنستضيف فيها دكتور عبد الله رجب ويانا ان في في شغله امانه انا اول مره ادري عنها يعني وزاره الصحه اعلنت عن زياده المقبولين في البرامج التخصصيه حق البورد الكويتي بنسبه تتجاوز 50%. أنا ودي أعرف التفاصيل مع الدكتور عبد الله رجب لأنه مراقب مكتب الدراسات العليا في معهد الكويت للاختصاصات الطبية وأيضاً جراحه اطفال في ابن سينا صح؟ صحيح مساك الله بالخير شلون؟ مساك الله بخير الله بخير مساك الله الحين اول سؤال البورد الكويتي عشان الناس تفهم شنو شنو يسوي؟ احنا نشوفها لما ندخل مم. الدكتور فلان الفلاني البورد الكندي البورد الكويتي شنو هذه معناتها؟ اه اليوم انت باي شهاده في دراسات تبدي الدراسه الجامعيه والدراسه العليا احنا متعودين على اسم الدكتور انه دكتور دراسه عليا الاكاديميه هي. احنا اليوم دراسة الاكلينيكيه اليوم الواحد خلص الثانويه يدش كليه الطب صح. صار طبيب صح بعد ما يصير طبيب يحتاج يتخصص في طبيب جراحه طبيب اطفال تخدير مختبر اشعه جميع التخصصات هذه تدش برامج تدريب اكلينيكي مغنن يخلص بشهاده البورد اللي تاخذ تسمى البورد الكويتي، بورد العربي، بورد سعودي، بورد كندي، بورد امريكي، هذه الشهادات وتخصصاتها هي عباره عن خمس سنوات دراسه كلينيكيه اه لحظه كم سنه عشان تصير دكتور؟ سبع سنة. دراسه الطب تتراوح ما بين ست الى ثمان سنوات في على حسب خلينا ناخذ سبع سنوات سبع سنوات ست. نفس الكويت عقبها تدخل البورد خمس سنوات البورد خمس سنوات وبعدين في تخصص دقيق من سنه سنتين. يعني همن هم توتل سبع سنوات ثانيه تقريبا يعني 14 سنه انا اليوم خلصت دراسه الطب انا خريج كليه الطب جامعه الكويت سبع تمام سنوات بعدين تخصص جراحه عامه خمس سنوات بعدين سنتين جراحه اطفال تخصص دقيق بس دشيت بورد؟ اي بورد جراحه اللي, اللي هو الخمس سنوات هذا وين درست درست في كندا في كندا فاليوم احنا بالكويت اليوم سنه 1983 رحمة الله عليه الشيخ جابر ضاع مرسوم اميري في انشاء معهد الكويت لاختصاصات طبيه. أي. اليوم كانت اول دفعه طب خلصت ب 83، فهذي الحين وين يروحون؟ لازم تخصصون تخصصات دقيقه، انشئ معهد الكويت لاختصاصات طبيه. اليوم المعهد هذا من 83 للحين احنا 2022 تغير وفي بيج جمب وادارات وتخصصات اساس المعهد هو التدريب المحلي. اللي هو البرامج المحلية عندنا بالكويت اللي هي فيها البورد الكويتي للأطباء الكويتيين اللي متخصصون اللي ما يبي يسافر برا يدش عندنا بالكويت من يدربهم عبد الله اللي يدربهم عندنا مدربين انا عندي الحين حاليا في البورد عندي ألف متدرب تقريبا طبيب ألف يعني ألف طبيب ألف طبيب متدرب وحول 1000 ألف مدرب ألف مدرب و1000 متدرب ألف متدرّب. اليوم التخصصات عندي انا 28 تخصص ما بين طب بشري واسنان وست برامج للزماله اللي هو التخصص الدقيق اللي بعد ما يخلص البورد ما شاء الله خلف هني يعني شو الفرق بين الزماله والبورد البورد في فرق او شهاده ولا, ولا هذا الاساس البورد هو البيز لاين حلو. اليوم انا خلصت خمس سنوات جراحه عامه بعدين تخصصت جراحه اطفال في غيري تخصص جراحه توعية. دمويه هني إيه. اخذ زماله تخصص دقيق نعم. العالم كله قاعد يمشي احنا الحين قبل كان يقول لك الدكتور يسوي كل شيء هو يولد هو يسوي عظام وهو يسوي الجراحه الحين احنا بالالفيه الجديده التخصص الدقيق وايد مهم ليش اساس نسبه الاخطاء الطبيه تقل فاليوم احنا والمعهد عندنا معهد الكويت حاصل على اعتراف مؤسسي الكندي بسنه 2017 من رويال كولج اوف سيرجن في كندا اللي هو تعطي إنه عندنا احنا قاعد نطبق معايير اكاديميه لازم تكون موجوده معانا واحنا المكان الوحيد في منطقه الشرق الاوسط اللي قدرنا ناخذه كدوله الكويت. جدا ممتاز. وهذا انعكس علينا وعلى برامجنا انا اليوم عندي ثلاث برامج خذت الاعتماد الاكاديمي الكندي اللي هو شنو؟ اللي هو ان اليوم الطبيب الكويتي يقدر يخلص من البورد عندي ياخذ شهادتين، شهاده شاهدت بورد الكويتي وشهاده بورد الكندي وهو بالكويت. وهو بالكويت. يقدر يقدم امتحان الكويتي ويروح كندي يقدم امتحان الكندي وهي برامج الهيستوباثولوجي اللي هو مال المختبرات، برنامج الاطفال وبرنامج اساسيات مبادئ الجراحه. وفي برامج ثانيه شغاله قاعد نشتغل عليها، بس احنا كمؤسسه كمعهد الكويت اخذنا الاعتراف الاكاديمي. انا عندي سؤال لما قلت في عندي ألف دكتور يتدربون و1000 يدربون. يدربون. ال1000 اللي يدربون فيهم كويتيين؟ اي اغلبهم كويتيين. اغلبهم كويتيين. إيه؟ دكاترة يعني في دكاترة اليوم عندنا الشهادات اللي قاعد تدرب كلها اليوم الدكتور يكون حاصل على المؤهل نفسه، أيه يعني على سبيل المثال ناخذ بورد الاطفال، لازم يكون عنده بورد اطفال، اللي يدرب عنده بورد اطفال ويكون مترقي من مسمى مسجل اول اختصاص اختصاصي اول استشاري. اي درجة من هذيلي لان التدريب يفرق، اليوم اللي انا هو بسنة أولى غير بسنة خامسة. شنو يعني ادربه؟ يعني يحضر يعني معاي العيادة، اليوم آه انا معي بالعيادة. اه اوكي اليوم آه بالعيادة, آه آه بالعيادة معي دكتور عملي عملي عملي، ايه اليوم فرق بيننا وبين طالب، طالب الطب دراسته نظرية ايه ما يصرف دواء ما يسوي عملية، يشارك يطالع، انا دكتور البورد دكتور طبيبي هو اللي يعالجك. نفس ما مرينا احنا وتدربنا، كنا احنا نسوي العمليات اشراف الطبيب الحين نفس الشيء عندنا. اليوم ادش العمليه معي الطبيب هو اللي يسوي العمليه وانا اعاونه وانا اشرف عليه يعني وقت كورونا استعنتوا فيهم 100% وقت كورونا فرق معنا اطباء البورد يعني هذه قلناها وما زلنا نرد كل يعني اخذناهم من جميع التخصصات اشتغلوا بالعنايه المركزه في المحاجر في في الحوادث في اجنحه الكوفيد التخصصات الاساسيه كلها احتاجت ان تكون تتعاون من التخصصات الثانيه فهذا كله انعكس معانا على النظام الصحي اليوم انا الكفاءه هذه هذه التنمية المستدامة اللي نتكلم صح عنها صح العنصر البشري هو الأساس هذا الأساس اللي قاعد نمشي عليه والحمد لله اليوم إحنا بالزيادة اللي قاعد نحاول نوصله أن هذا اليوم أمان للبلد هذه المخرجات نبي كواليتي تكون موجودة وكاي شفناها أزمة كوفيد دكتور ألف متدرب المعهد يستوعب هذا العدد وبنفس الوقت التدريب أو المتدرب عليه رسوم أو بدون رسوم. زين هذا اليوم احنا نرجع حق القرارات الوزاريه، مم. انا عندي قرار وزاري 324 على 2018 حدده بآليه القبول الاولويه للطبيب الكويتي. اولويه اولويه طبيب تمام. الكويتي، اليوم انا عندي زياده ملحوظه في اعداد المتقدمين، انا قبل كان قبل اربع خمس سنوات كانوا يقدموني 300 طبيب كويتي. السنتين اللي طافوا 450 480 هذه السنه عندي 700 طبيب كويتي. 700 تقدموا 700 ولا 700 قبلوا؟ لا 700 تقدموا. تقدموا. ايش كثر تقبل منهم؟ كنا نقبل بالسابق حول 270. طيب. هالسنه بعد اجتماع مجلس الامناء وبرئاسه معالي وزير الصحه اللي هو خريج البورد الكويتي. دكتور احمد, عوض أحمد العوضي خريج البورد خريج البورد الكويتي. إيه؟ لا لان انا شفت الخبر ماله توجيهات منه بزياده المقبولين في برامج تخصصيه حق البورد فهذا كنت بسالك عنه فاليوم الزياده صارت عندنا احنا الزياده النسبه قلنا اكثر من 50 هي واصله حول 69% نسبه زياده المقبولين ما شاء الله العدد راح يوصل ل 480 من 270 إلى 280 إلى 480 طبيب كويتي، احنا حاطين 700 قلت؟ احنا المقدمين 700، ففي أطباء ما راح تحصل يعني مقاعد لأن اليوم ما هذا مقاعد هذا, إيه؟ هذا شيء تنافسي وهذا شيء عالمي، اليوم المقاعد حق الدراسات العليا في التخصصات الطبية مقاعد تنافسية بالعالم كله، زملائنا اليوم بالسعودية في هيئة التخصصات الطبية عندهم 2000 إلى 2800 كرسي، اللي يقدمون كم طبيب؟ 9000 طبيب ما شاء الله اليوم انت هسه اقول اليوم احنا عندنا ابتعاث محلي وابتعاث خارجي في قاعد نحاول نزيد المقاعد الخارجيه دول الابتعاث قاعد نحاول بس دائما احنا نبحث على الكفاءه أي. نبي كفاءه اليوم لما ارجع انا ابي ارجع واحد يضيف للمؤسسه الصحيه فهذه وايد مهم عندنا ما يخالف دكتور مسا احنا كنا نسولف خاصه في شغله الابتعاث بعد ما يرجع الدكتور وانا اهلته وصاره يي إيه وقال انا ماني ماني مشتغل عندكم يعني شلون تعطونا مجال يروح الخاص ولا يعني, يعني اليوم لازم نرجع نرجع القوانين والضبط الضوابط هذا الموضوع تكلمنا فيه اليوم كان نحاول اليوم احنا اكثر جانب جانب الاخلاقي اللي يكون معانا احنا مردين اليوم ما حد ما حد غصبنا ما حد قال لنا اليوم حب حب التدريس والتدريب جزء الطبيب موجود اليوم مهارات الطبيب اللي احنا نركز عليها وهذه شغله تغيرت عالميا من سنه 2015 على مستويات المدارس كلها الأمريكية الكندية الأسترالية الأوروبية اليوم الطبيب مو بس معلومة الطبيب مو بس معلومة قبل كنا نقول شو يقولك الطبيب اللي يحك واللي قاعد يدرس والكلام الحين تب بالآيفون عندك المعلومات كلها اليوم إحنا تطورنا صار شيء اسمه artificial intelligence اليوم الذكاء الاصطناعي المعلومات موجودة اليوم نبي مهارات اليوم إحنا قاعد ندور على مهارات تواصل شلون تخاطب معك مهارات شلون تتعامل مع زملائي اليوم مهارات شلون قاعد اتكلم ببليك، قاعد اتكلم معاكم اليوم وقاعد اتكلم واريحيه ونتكلم، نعم هذه الشغلات قاعد ندورها على اساس تكون موجوده، ومن ضمنها التعليم الطبي. حلو اليوم جزء من الطبيب اليوم لازم ينقل المعلومه لسببين، اول شيء استمراريه، وثاني شيء انه يحافظ على المعلومه، شلون اعرف ادربها، فاليوم كقانون ما قدرنا ما عندنا قانون أنه يكون ملزم بس اغلبيه اللي قاعد يشتغلون معانا يكون معاهم انه يكون حبه للتعليم. وزادها تو اليوم مجلس الأمنة في القرار الأخير في زيادة المكافآت المالية ممتاز وهذا الشيء دافع وخلانا نقدر نزيد العدد آه ف... فمعناته الخبر الإيجابي اثنين رقم واحد زادوا المكافآت حق المدربين صحيح لا وفتح لا بحل... المجال أكثر حق المدربين وثلاثة محافظة على الجودة نعم كملها طبعا اليوم لازم أرد اليوم أنا ما أزيد عدد مجرد عندي وتم وضع ضوابط راح نطبقها في البرامج على اساس نتاكد على الجوده، اليوم انا اليوم راح ازيد العدد لازم اتاكد ان المخرجات هذه تتناسب مع اللي انا ابيه وعلى التوصيات اللي قاعد امشي عليها. طيب دكتور بالنسبه اللي طبعا اتكلم عن الدكتور الكويتي لكن بالنسبه للدكتور اللي يكون نص كويتي يعني ابناء ابناء الكويتيات يعني ما يكون كويتي شلون التصرف معه؟ هل هذا يدش المعهد ككويتي او يكون عليه رسوم على هذا نفس الكلمه اللي قلناها اللي حددنا القرار الوزاري 324 على 2018 اولويه الطبيب الكويتي اولويه لكن لما خلصنا وصار في عندي مقاعد بطلع. في شواغر هذا القصد نفتح لها اعلان شواغر نسميها هنا اعلان شواغر يوم ما نخلصوا البرامج هذه عندي برامج عليها طلب اغلى او او كراسيها كبيره تستوعب اعداد اكثر من اعداد الاطباء الكويتيين مقدمين عليها ديك الساعة نفتح حق اول شيء ابناء الكويتيات والبدون والخليجيين نعم بعدين الطبيب الوافد العربي اللي يكون عليه رسوم آه يعني في آه الطبيب العربي الطبيب العربي او الاجنبي مو بس نعم العربي الطبيب ابناء الكويتيات والبدون والخليجيين يقدر ينقبل من غير ما ياخذ بدون 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 رسوم اما الاطباء الغير الغير الكويتيين من غير الفئه هذه في حال وجدت شواغر ينقبلون ويدفعون عليها رسوم سنويه وفي رسوم امتحانات تمام, تمام الـ الـ طريقه الاختبار شنو؟ يعني انت عندك ألف مدرب و واحد دكتور متقدمين يعني شلون طريقه الاختبار؟ اليوم احنا اليوم نتكلم مثل ما قلت لك هذا شيء تنافسي في تي في وايد شغلات اليوم اول شيء انت جامعتك ونسبتك الجامعيه خلص منها اثنين السيره الذاتيه للسي في اي اي وظيفه ثانيه ايه شروط القبول تقصد اي شروط القبول اليوم بقدم عليها ثلاثه اليوم انا بقدم على تخصص اليوم نقول تخصص طوارئ اليوم راح اجيب ريكومنديشن لتر من ناس شقاله بالطوارئ تعطيني انا اليوم شقاله بحاث طوارئ حضرت مؤتمرات طوارئ واضف اليها اليوم انت الكوميونيكيشن سكيلز مالتك وقت المقابله وفي بعض التخصصات اللي فيها تنافس عالي يكون فيها امتحان يعني احنا ما يخفي علينا البرامج الجلديه من اكثر البرامج عليها ضغط في بالمعهد من احد شروطه انك تجتاز الامتحان واحد درجتك بالامتحان عليها نص درجه المقابله اللي هي بيدك اللي انت اليوم انت مو مو كلام ما تكلمت مو جامعه دخلت الامتحان بدرجه درجتك عاليه راح تساعدك في قبولك في المقابله، اضف اليها المقابله الشخصيه يكون عندك انت دائما بانل من خمسة اشخاص هم رئيس البرنامج ومدير البرنامج، رئيس مجلس الاقسام، رئيس الامتحانات ويكون في عندك ستراكشر ستاندرد اسئله تمشي عليها وعنده سكور معين، ودائما المقابله يكون في مقيم خارجي، شنو يعني مقيم خارجي؟ اليوم انت انا قاعد اقابلك داش مقابله جلديه اللي قاعد يراقبك دكتور جراح. ما له شغل بالتخصص على اساس يعطيك انت ستاندرد وسيفتي ارغوت فالف حق المقابلات نعم. صراحه يعني ثقفنا وايد في هاللقاء وايد استمتعت انا وعرفت يعني امور كثيره ما أول كنت اعرف انا إن في بورد كويتي بعد بس في شغله واحده بالنسبه للبورد احنا معترف فيه مثل ما تفضلت من كندا اليوم عندنا معهد أه الكويت الاخصائيات الطبيه مركز تدريبي معتمد وعنده اعتماد اكاديمي من كليه ملكيه هل يجدد اعتمادنا؟ اخذناه أن... ب 2017 في عهد الدكتور إيه؟ ابراهيم هادي من العام وتم تجديده ب 2022 في عهد الدكتور فواز رفاعي من عام وراح و... وعند... هو تيرم التجديد آه أيه؟ عباره عن تيرمات تتجدد فيها عشان نكون نحافظ على الكواليتي وهذا ال... وهذا الشيء اليوم يقولك شغل كثير واليوم احنا اشكر مجلس الامناء على دعمه لنا وعلى رأسه معالي وزير الصحه اليوم هذا الشيء كان يعني حاول صار فترات بعض المعوقات صارت بس اليوم الحمد لله واشكر جميع مدراء البرامج اللي معانا رؤساء الكليات، ادارات المعهد، الموظفين، المدربين، رؤساء الامتحانات، اليوم هذا تعامل الجميع طبعاً اكيد في اختلاف وجهات النظر تكون موجوده طبعاً بس بالنهايه هذه مصلحه بلد وامن هذا امن بلد اليوم نعم الامن الطبي صح نحتاجه خصوصا عقب كوفيد مثل ما قلت هذه استدامه ما, ما فيها قشمره هذه بضبط يعني ومدام مدام كويتيين اهل الكويت يعني يستاهلون ان الواحد يخدمهم ويفتح لهم المجال ان نعم انت تحافظ على هذه الطبقه الموجوده وتخصص عندنا فيه. تخصص إيه؟ تخصصات يعني. وال... واهل الكويت يحبون الطبيب الكويتي يعني انا دائما اقول هالكلمه اليوم المرضى الكويتيين المرضى يمشون طبيب كويتي يحب يستانس معه يسولف معه وهذه المهارات اللي قاعد نحاول ننميها اليوم السكيلز اليوم مو بس انت تعرف معلومه او تعرف تسوي عمليه لا لا اليوم في وايد شغلات اضافيه اخلاقيات مهنه شلون تتصرف مع المريض اليوم شلون تمتص قضاء المريض قاعد يتكلم برة تو أنا وكابتن فوزي <applause> قصص حقيقية كابتن فوزي في خبرة في امتصاص الغضب ايه لا, اه لا اكثر واحد قصص أنا عطاني, عطاني قصص فين عودة ايه 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 عطاني قصص عطاني ايه 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 تو مشكور دكتور عبد الله <applause> نشكر ايه دكتور عبد الله سند ترى مو مو من عادته يسر من هو؟ ايه اشوفه عسى ما ينام بالممر علينا خلي كابتن فوزي يروح معك. حاضر حاضر اقول لك نشكر دكتور عبد الله سند انه هو اعطانا الفرصة ان انت تكون معنا اليوم ضيف لان انا يعني أمانة أنا أحب التقف وهذا شيء يعطيني أيضا انطباع كبير عن النعمة اللي إحنا موجودين فيها في دولة الكويت أنا دائما أختم يعني حلقتنا في هذا الشيء يعني هناك نعم كثيرة الواحد يشكر يعني الله سبحانه وتعالى عليها أكبر نعمة هي نعمة الكويت يعني شوفوا الابداعات الموجوده عندنا، شوفوا وش كثر الكويت قاعده تستثمر في عيالها، وش كثر قاعد تفتح المجال ان اهل الكويت يعني يكونون من افضل الناس مو بس على دوله الكويت، على العالم كله. فاقل شيء نقدر نسويه الرد الجميل حق هالبلد هذا عسى الله يحفظنا ان شاء الله ويحفظكم تصبحون آمين. على خير دائما نلقاكم على خير في الله